للمزيد حول الفساد الذي يضرب أركان الحكومة الحالية في العراق ومؤسساتها ووعود الحكومات المتعاقبة لمحاربتها، ينضم إلينا الدكتور محمد جواد فارس الكاتب والباحث السياسي عبر الهاتف من لندن. دكتور محمد، بداية مرحبا بك. في ظل حديث النواب عن أن موازنة العام الحالي هي الأعلى منذ عام 2003 وحتى اليوم، يعني ب 112 مليار دولار، لماذا لا يرى المواطن العراقي أي أثر من هذه الموازنة؟ تحية لكم ولمشاهديكم الأكارم. بالنسبة للموازنة العراقية، كما تعودنا في الدول الراقية والدول التي تحترم نفسها، أن هناك خبراء اقتصاديين وماليين يضعون الخطة لهذه الموازنة وفق متطلبات المجتمع في هذا البلد أو ذاك، ولذلك نجد أن الموازنة العراقية الحالية هي أخذت مجال واسع من عملية النهب لثروات العراق، ولذلك موازنة الحكومة المقدمة لمجلس النواب حاليا قيمتها 150 تريليون دينار، أي ما يعادل 103 مليار دولار. وهناك عجز في هذه الموازنة هو بمبلغ 63 تريليون دينار، تعتمد على سعر برميل النفط المقرر هو 42 دينار للبرميل الواحد. ولذلك نجد أن هذه الموازنة لم تأتي بمواصفات اقتصادية ومالية بحيث تستفاد طبقات المجتمع العراقي من هذا الموازنة، وإنما بالعكس هذه الموازنة أثقلت كاهل الموظفين وكذلك أصحاب يعني الناس اللي هم مترددين في عملية المواصفات التي جاءت بهذه الموازنة من الكادحين والذين يعتمدون على أجورهم اليومية والموظفين الصغار. ولذلك استهدفت الدخل المحدود منهم وباتت تؤدي وظائف وخدمات لطبقة معينة من المنتفعين في الدولة، وخاصة من ذول الفضائيين اللي متواجدين في وظائف من الجيش الشعبي، وكذلك في أمور أخرى تعطى هذه الموازنة إلى الرئاسات الثلاث بقيمة كبيرة ومبالغ غير متزنة وغير موازنة. دائما ما تتحدث الحكومات دكتور محمد، الحكومات المتلاحقة تتحدث عن محاربة الفساد، كيف تقرأ إعلان الكاظمي تشكيل لجنة للإصلاح برئاسته وعضوية عدد من الوزراء؟ أعتقد أن الكاظمي هو غير دقيق في هذه الأمور وغير صريح مع شعبه ومع الناس، لأن هناك مواعيد أعطاها كثيرة ولم يقيم بتنفيذ أي منها، ولذلك لا يمكن الاعتداد بما هو يقدمه من هذه العروض اللي هي تعتبر عروض تنسجم مع واقع الحال ولكنها لم تنفذ إطلاقا. ولذلك يجب أن نفهم جيدا أنه يريد بهذه العروض اللي يقدمها للناس يحاول أن يكسب المجتمع العراقي في حالة انتخابية، وكأنه دعوة لأن يكون بأعين الآخرين أنه هو رجل ممكن أن يتخذ قرارات جيدة لمصالح المجتمع العراقي. وقبله عادل عبد المهدي مثلا كمان صرح عدة مرات أنه هو يحارب الفاسدين، وإنما كانت حكومته أفسد حكومة
فرطت بثروة العراق، ولذلك يجب أن نكون واضحين أنه الكاظمي لم يقدم أي شيء في هذا المجال، سوى أنه قدم الورقة البيضاء ولا جاء بأي شيء من أجل خدمة مصالح المجتمع العراقي في مجالات متعددة، منها صناعة النفط مثلا والزراعة وكذلك المناطق الحدودية وغيرها. ما رأيك في يعني تحذير لجنة التخطيط النيابية من خصخصة وبيع أصول الدولة المالية النفطية والصناعية والزراعية؟ هناك اتجاه لدى الحكومة باعتبار أن هناك مصانع، هذه المصانع شيدت بجهود الشعب العراقي وكانت تدر بأموال إلى خزينة الدولة العراقية، يريدون بيعها إلى القطاع الخاص من أجل التخلص منها، ولذلك أنه هذا البيع سيتم عن طريق مؤسسات تدعو إلى الكسب المالي أكثر وزيادة الحرص على أساس أنه تملأ الخزائن مالتهم، وخاصة أولئك الذين هم يمتدون إلى أحزاب وميليشيات معينة بحجة أنه هناك مجالس اقتصادية تدعو إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات للحصول على موارد مالية جيدة ومجزية. طيب، ملفات الفساد دكتور كثيرة ومتشعبة في أركان الحكومة ومؤسساتها، لماذا تعرقل جهات سياسية حل ملف الموظفين الفضائيين بحسب اللجنة المالية النيابية برأيك؟ هناك عدد كبير من الفضائيين متغلغلين في الدولة وجاءوا عن طريق الأحزاب والميليشيات، ونأخذ مثالا هناك عدد من الفضائيين موجودين في الحشد الشعبي وهم لا يعملون في الدولة، وإنما أحزابهم ومؤسساتهم وميليشياتهم تأخذ حصصهم بمبالغ طائلة من الدولة بحجة وجودهم، لكن ليس لدى الحكومة أي حرص بالتدقيق على هذه الوظائف أو الموظفين. هؤلاء هم فضائيين لا وجود لهم، وإنما تدفع مرتباتهم شهريا عن طريق هذه الأحزاب، تأخذ حصتهم من الدولة دائما، هم يأخذون بهذا الاتجاه أنه يزيدوا من ماليتهم المعينة. شكرا لك دكتور محمد جواد فارس، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.